الأستاذ القاضي مروان جعيل، قمتم بالاشتراك مع المحامين بعمل بطولي وعمل من أولويات المجتمع هو إنشاء سلطة قضائية في المناطق المحررة. نحن نريد بس تحكي لنا شوي عن هذا المشروع وكيف أنجزتوه بنجاح من قطع النظير. الحقيقة نحن كنا بعمل ثوري، بديانين بعمل ثوري، بداية كنا عم نساعد، عملنا كم تسويقيات ومظاهرات، بعدين انتقل مساعدة الجيش الحر لما دخل على مدينة حلب. هلا بعدين صار كل واحد بده يلاقي عمله، بده يشتغل باختصاصه بعمله. الطبيب يعمل بالمشفى، المهندس يعمل بهندسته، العامل عامل كهرباء، عامل تنظيفات. كل واحد لازم يشتغل في مجال عمله ضمن أماكن محررة لكي يفيد الشعب. يعني نحن شفنا واقع كان قبل ما اللي خلت تولد عنا فكرة مجلس قضاء الموحد، هو كل محارب صار يعني محكمة لحاله. صار أدركنا مدى الخطورة في هذا العمل، أدركنا مدى الخطورة على الثورة إنه تفرق المحاكم. فطلعنا بفكرة، هي أطلعت فكرة مع زملائنا المحامين الأحرار، بعض زملائنا المحامين الأحرار، على إنشاء مجلس قضاء موحد يوحد كل المحاكم بالقلب المحاربة. لأنه المحارب ما يشغل فيه قضاء، والمحارب يخطئ بالعمل قضاء، وقد يكون بعض من الكتائب، بعض من الألوية هم المسيئون إلى المجتمع. أن هاي الفكرة كمان أجت باختلاط الألوية المحاربة أو الكتائب المحاربة مع الحياة المدنية، اختلاطهم سبب مشاكل كتير كبيرة مع المدنيين، لأن وجودهم الشوارع معهم وعسكرتهم وكذا. طب ممكن تحكينا بس كيف هاي الفكرة حولتوها إلى واقع وحقيقة بالاشتراك مع المحامين؟ يعني شو سويتوا أول أمر؟ كيف جمعتوا العالم؟ كيف شكلتوا؟ أنا كبداية نشأت الفكرة بإنشاء مجلس قضاء موحد لكي يكون دعم الشعب، ولكي يكون أحد مسانفي نجاح الثورة. فعملنا على الفكرة هاي مع الشباب المحامين الأحرار اللي سبتت ثوريتهم وسبت مصداقيتهم العمل خلال عملهم ومظاهراتهم بأصل عدلي، وخلال عملهم على الأرض اللي كنت أنا أشوفهم يعني قبل دخول الجيش الحر وبعد دخول الجيش الحر كانوا معنا الشباب اللي ضحوا بحياتهم واللي ضحوا بحرياتهم وسجنوا بفروع الأمن وغيرهم وسواتهم. فكانوا ناس موثوقين من جماعة محامي الأحرار اللي أنا شفنا لزاما إنه يكون في شيء واقع على الأرض. جينا على الأرض لقينا لازم ندور على الألوية المحاربة وجمعناهم وأخذنا مثل ما بيقولوا يعني مثل ولاءهم للمحكمة. وشفنا كمان انه لازم ندخل الشرعيين معنا بالقضاء الموحد، لانه العرب تعرف المجاهد اثناء جهاده بيكون صوته مع رب العالمين كبيره وبيكون اتصاله يعني حابب روحه على كفه. اليوم بده يستشهد بكره بده يستشهد، فبده يكون قريب من المشايخ، قريب من الشرعيين. فهي كان يؤمن انه بضروره وجود الشرعيين في المجلس مشان القاعدة الشعبية، مشان المدنيين الموجودين على الأرض. هلا وجود الشرعيين معنا ما هو ما أدى لنا مشكلة يعني، بالعكس جماعة كويسين وطيبين وعقلهم نضج ومعتدلين، عنده فكر معتدل. وأنت أستاذ مروان كنا مع بعض في خطوة والتقينا كثير مع قادة الكتائب وقادة الأمن، كان في عندنا شوية عقبات، بتمنى تحكي لنا عن عقبات هي ضمن الجوازة بمساعدتك. الحقيقة يعني بالنسبة للشرعيين أن كانوا معتدلين، ما هم الشرعيين متشددين اللي عنده مشروع سياسي، بالعكس اللي عنده مشروع وطن، مشروع القضاء على نظام بشار الأسد فقط، ما عنده مشروع سياسي
فيه مثل باقي الجماعات. فقدرنا نسجل معهم، لقينا مشاكل كثير، لقينا تعب كبير معهم، اجتمعنا اكثر من 25 اجتماع حتى نحن اثناء الاجتماعات صرنا نشتغل وبعدين قرروا. اضافه أن اثناء الاجتماعات استشهد معنا بعض الاشخاص، يعني بتذكر صار خليفه ابو علي. صحيح، احد الشباب اللي كانوا الحقيقه او يجمعوا الناس. نعم، كان من الناس الشيخ ابو عابد يعني عليه رحمه الله، كنا مقررين نجتمع عنده بقصف المقر قبل ما نجتمع وكذا، ورب العالمين سلمنا. استاذ نور محسن، نحكي عن هيكليه المحكمه، كيف مشكله الهيكليه؟ هي الدائره الاولى طبعا، في عندنا دائره ثانيه ودائره ثالثه ودوائر الريف. فهيكليه الدائره الاولى اللي هي مثل هيكليه الدائره الثانيه والثالثه، فشو هيكليتها؟ هلا نحن هون المركزيه، نحن اول دائره بننشئها هي الدائره الاولى، معروف موقعها. عملناها من عده محاكم، كتله نيابه عامه، نائب عام ومعاونين نائب العام اللي هن يعتبروا، ما احتمجنا قضاء التحقيق مع النيابه العامه. سوره العمل هو لسوره العمل، هو لقله المكاتب، هو ل ما يتوفر عنا من عدد تبسيط الاجراءات القضائيه. بدل ما عملناها كتله نيابه عامه وحده مسؤوله عن التحقيق، وعملنا كتله محاكم، المحكمه العسكريه والمحكمه الجزائيه والمحكمه المدنيه ومحكمه الاحوال الشخصيه مدموجه مع محكمه الاحوال المدنيه. ف ودواوين، عملنا ديوان عام لمجلس القضاء، وكل محكمه لها ديوانها. وعملنا كتشكيل محكمة، قلنا لقبول المجتمع، اثنين شرعيين ورئيس المحكمة هو قانوني، اللي حاليا اكتيف الشباب المحامين الأحرار الكويسين واللي بيشهدوا يعني الثورة، بيشهدوا الأرض ب أهم المنجزات في هذا المجلس القضائي. الحقيقة نحن حدينا من الجريمة كثير، صار يحسب، صار يعني عنصر جيش الحرب يحسب ألف حساب قبل ما يرتكب أي سلبية معينة انه في محكمه، وخاصه هناك ادويه كثيره اعطت الولاء لنا، واكثر من كل ادويه على ما اذكر في الاجتماع الاخير استحاضهم اعطوا الولاء. اضف الى ان هناك بعض الادويه اللي ما هم داخلين ضمن مجلس قضاء المحامي، مثال وقت توحيد ببعث لنا دعاوى وبعث لنا ناس. مثال اخر مره بعث لنا شيء خمسه من عندهم، من كنت جنابك موجود فحققنا وكذا. فالحمد لله رب العالمين، يعني المواطن المدني صار يحس في، صار في محاكم عنا، صار في زواج وطلاق، وصار في معاملات مدنيه، وصار في عنا امور مدنيه كثير كبيره. حس المواطن بالامان انه في قضاة في كذا. لكن نحن ما زلنا في مرحله تاسيس، ونامل ولحد الان ما في دعم عم يجينا من اي مكان، كله دعم زائد معاناه. عم نعمل ثوره، يعني عملنا عمل ثوره بكل ما اوتينا من قوه، بكل مصاعب، بكل متاعب، بكل الاموراي، ونامل انه يصير في دعم مناسب، يصير في انشطه قضائيه خاصه بالقضاء لكي تكون الزراعة الترتيزي لتنفيذ وتلبيه حاجات. حاليا يمكن بعض الادويه تتعاون معنا في هي الناحيه، من ناحيه الزراعه العسكريه والشرطه، بتقوم بتقديم مواقيف بعد ما تكتب ضبط عندها، بعد ما اوفدنا بعض المحامين حتى يعلمون كيف التحقيق وكيف يجرى الضبط. الحقيقه نحن اعتمدنا الشباب المحامين الاحرار، الله يعطيهم العافيه، يعني نحن اوفدنا طلبنا عدد من المحامين مشان يفادهم بالسابق لعام الثوره وغيرها، مشان يعلموا هذول. كنا نعتمد عليهم مثل مخافه الشرطه، لانه هن كانوا زراعه شرطه تنفيذيه. فراحوا اعداد كثيره من شباب محامين الاحرار، وبيناتهم السيد عبد المنعم اشعث كمان، وصار يدرب بعض الاقسام، بعض الشباب من الثوره كيفيه عملها وكيفيه اجراءها وكيفيه الاحاله للقضاء لمجلسنا. يعني الامور الاجرائيه اللي بيجهلها عنصر امن الثوره وعنصر الشرطه الثوريه. وبالتالي استاذ مروان، انه في عدد كبير من المحامين اشتغلوا في مجلس القضاء، بينما القضاة يعني انا برايي لا يوجد غير حضرتك. الناس اللي انشقوا من القضاء هن القضاة شايفين، وانشقوا عن هذا النظام وكان لازم ينشقوا من قبل، هن كانوا ساعدوا الثوره في منهم كثير. نحن بنعرف
بس لكن اختاروا انه يلتحقوا يضلوا بالخارج يعني ما يجوا يساهموا في العمل الثوري الموجود عندنا. الحقيقه احنا بدنا كلمه هيك لهم بحيث يجوا يساهموا. الحقيقه انا ما بقول الا حسبي الله ونعم الوكيل، انت مست اخيك عوزبر فان لم صحيح فانت مست 60 عوزبر. انا بتمنى من كافه الشباب القضاة اللي شقوا عن النظام انه هلا في مثل حلب يقول بكعتم الجد وفي عملية يعني نحن عملنا الثورة يا جماعة. نحن إذا هلا ما ساعدنا أهالينا ما ساعدنا الجيش الحر يعني مساعدنا نحن كقضاة الجيش الحر شيل عنه عبء الأمور المدنية فرض النزاعات الأمور القضائية. إذا نحن هلا ما اشتغلنا بالعمل الثوري هلا حاليا فمشكلة يعني لازم كل واحد منا يحس بعض المسؤولية على عليه. يعني أنا كتير عرض علي أطلع على برا وكتير عرض علي بروك كذا إلى كذا. أنا عملي هون ببلدي ضمن بلدي أنا لحد الآن ما غادرت بلدي بالعمل الثوري من بداية الثورة لحد الآن ما غادرت حلب واشتغلت من بداية التنسيقيات لبداية الجيش الحر لما كان بالريف انتهاء لما الجيش الحر دخل كنت داخل بلدي كنت أقدم المساعدة داخل وفي علم الشباب المحامين الأحرار كنا هون ضمن البلد اللي بيطلع برا البلد يعني مع احترامي وتقديري له اخ عزيز لكن العمل داخل البلد. والله انا في عندي فكره استاذ بومول انه في بعض القضاة بيشرحوا مفكرين انه يجوا مباشره يلاقوا مقعد جاهز. نحن بنعرف انه انت ونحن حفرنا لحتى وصلنا واسسنا السلطه القضائيه هون لانه في ناس كثير ما لها مصلحه انه يكون في امن في هذا البلد صح؟ فنحن اشتغلنا شغل يعني لازم نقدر عليه. نحن ما بدنا تقدير من حدا بس لكن نحن نطلب من القضاة الموجودين في الخارج يا اخي شرفوا لعنا ونحن اسسنا شيء موجود هون لازم يشاركونا حتى ينجح هذا العمل. ان كان حضرتك ولا باقي الشباب قالوا انه يا اخي تفضلوا عند بيجي القضاة نحن عند بيجي القاضي الشريف النزيه بده يشتغل ثوره بده يشتغل بالقضاء تفضلوا ياخذ مكاننا. صحيح يعني اكثر الشباب نحن بنقول له ان الشباب اللي مجلس قضاء الحر طبعا اخوتنا هني وزملائنا انه ما حدا عم ينازعنا على شيء اسمه سلطه قضائيه. بالعكس يعني ساعدوني وساعدوا الشرعيين وعلى اكتافهم كمان بنينا هالصرح وعملنا وجلسنا والحمد لله بالنجاح لاكثر. لكن دائما وبكل اجتماع كانوا الشباب يقولوا لي يا استاذ يجوا القضاة ونحن نوصل لهم مكاننا إذا كان نزل إذا ولا شفنا القاضي الشريف الكويس ونعرفه يا أخي هذا الأفضل أن يجي يشتغل بالقضاء أو هلا هو كان ما له مكان كان لازم هو يوجد مكانه ونحن بعون الله بمساعدتك ومساعدة الطيبين أو جلنا هذا المكان لكل هالقضاة طبعا ونحن نفضل يعني أنا بشتغل القضاة يجوا يعني أنا بستغرب انه قاضي بيجي بينزل بالوحوش او بروح على ما بيجي على مجلس قضاء على بيته هون البيت الحي ويجي يناقشنا اذا كان في خطا معين من جلسه يبرك يصير شريكنا بالبناء. نحن هون عم نشتغل قضاء.